قرب من البيت جايب بلدر قلعة تخوف على البوكان. حنا حابة تشوف الأوروطة مع تجيبو في فلوكان. ملعبناش بلي غولات في بحرنا مكسبنا جسكي ياق نهار وسكات الليل في رقاب كسبنا دي سي بي. سخنا تكون كالما حنا في دليل كالمو الرب نسقي بظالما ماشي نخشينا آلمو طلعة خطب. يو وش الكيب فيديو جديد عاوش يعني تروازين فيديو اللي بقى ما شافش تراك ديال ويسن سينما رياكسيون ديالو قبل من هاد الفيديو. ادخل لاشين تشيكي حبيبي غتلقى ويسن سينما كلاش اللي وازن الصاب نوتيفيكاسي واحدة اخرى ديال سكورب اونتي دو. اوكي صاحبي ما نطولوش عليكم نسا اش الصاد فاش كنحير كنقلب في ريفيو ما كنلقاش شي واحد كيدير ريفيو على حقو طريقو على سكورب. حنا كنديرو رياكسيون رياكسيون هكا كتشوف الكريماس ديال وجهك شنو الرد ديال الفعل ديالك على داك التراك. واحد يقول لك يا ودي انت تفشلهم انت ضحكيتك ضحكيتك وسير في حالاتك الصاد ضحكيتك وسير في حالك الصاد سير بحالاتك الصاد. راه قديم عليك كنسمع الراب ديزيد قديم عليك انا في راب ديزيد خلينا متواضعين الصاد ما نطولوش عليكم. تروا دو ان سكورب ونسمعوا للتراك هذا. تحية لكم تحياتي لكم خالصة من القلب للقلب أحبكم. ليتس جو. اوكي شكي باقي كيشتشد شكال هاد الدخلة هادي تورق شو حق ربي تفكر ناري غنقول شي كلمة غادي نصدق خارجها نهضر 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 خل نهضر قسم بالله هاد الضربات هادو فكروني في الشيعة فاش كيبداو ربي تسمحني هادوك اللي كيبقاو يقولوا عالية عالية عرفتهم هادي غير ميم اخوتي وخلاص دازت صاف وحق ربي لا فكروني فيها. المهم خرجت شوية نرجعو عاوتاني للتراك خرجنا شوية على الموضوع غنرجعو للتراك. طالباني الفيك كيس جيز فيك اي كيز طالباني فوك الفيك كيس جيز فيك اي كيز. ما فهمتش البلان ديالكم مالكم اصاحبي هاد الايامات هذا واحد قال لهم افغاني واحد قال لهم ارهابي هذا قال لهم طالباني وعرفتوا الروابط الاخرين اللي قال واحد قال ارهابي والاخر قال اللي قال افغاني ولا شكال انا هاد الايامات هادي فهاد المزيكا هادي يا الساط ما فهمتش علاش ناوين انا لي رابور تاع دي زد ما فهمتش انا علاش ناوين طالباني فوك الفيك اس جيز فيك اي كيز فوكين جينوسايد جميع مهجن مع الجن الصاب مهجن مع الجن الصاب المهجن هو بحال كنتي كتخلط الجنسين ياك هو المهجن الكانيباليز محل فتراكي جانكيز خان مش الكانيباليز اوف مهجن مع الجن الصاب كاو الكانيباليز الكانيباليز هما دوك الاكيلي فتراك كي جينكيز خان محل فتراكي جانكيز خان ماشي فيلوزوف كلامي قاريه ما الدين والتاريخ ما كلام القارين ما كلاب الضريح اش بقى نوقف خاصني ندوز علاش بزاف علاش بقاش وقف كل كلمه راه ما يمكنش الصاد سكور هذا هو سكور بصا ماشي فيلوزوف ماشي فيلوزوف كلامي قاريه من الدين والتاريخ يعني الكلام تاعو ولي شي كومبوزي من وين راهو يجيبو الناس قاع يتسائل. اوكي حبيبي بالك هادي تقدر تكون عاوتاني شر لشي واحد الله اعلم ماشي فيلوسوف ما هو اعلم خويا ماشي فيلوسوف كلامي قا حتى شكي اللي كيقول لي انت يا خويا فيلسوف كتبتك كتبتك هربانه هو قال لهم انا ماشي فيلوسوف كلامي انا جايبو من الدين والتاريخ. اوكي وتقدر تكون هذيك ديال ماشي فيلوسوف تقدر تكون شره كلاش لشي واحد اوكي اوتو ولا ايغو بيك اوكي نعتبره ايغو بيك لشي واحد اللي ما عرفنا شكون هو كلامي قاريه ما الدين والتاريخ ما كلام القارين ما كلام الداري هنا ويفسر لكم ما كلام القارين
ما كلاب الضاريح ماشي كلام القارين تاعي ما كلاب الضاريح طفاك اصلا انتوما عندكم الأضريحة في الجزائر عندكم الأضريحة اخوتي في الجزائر ما عرفتش ما كلام القارين أضريحة تعرفوا دوك اللي كيبقاو يزوروهم عندنا حنا في المغرب كيبقاو يمشيو يزوروهم الأضريحة اعطيني استغفر الله داك راه شرك هذاك تيبقاو يمشيو الأضريحة اعطيني يا سيدي بالعباس يا سيدي سيدي كوكي اعطيني ولد يا سيدي واحد الخطره هاد اللعيبه هادي كانوا كيعبدوا في واحد الضريح فاش جاو يقلبوا لقاو حمار يا ربي تسمح ليا ولكن هادي خرافات واش بصح نيت كاينه ولا لا كانوا يمشيو لواحد الضريح سنين وسنين ومن بعد باش يجيو يكتشفوا يشوفوا شكون اللي كاين في داك الضريح كان اللي كيديروا ليه اسماء جاو يشوفوا لقاو باللي حمار مدفون تما والله اعلم الله اعلم هاد الكلام ديالي يعني انا غير سمعته يعني اجداد كيقولوا الله اعلم خرجت عاوتاني على السوجي خلينا في السوجي المهم هذيك الضريح بغيت نعرف انا واش عندكم هاد العاده ديال الاضريحه كيمشيو لها في الجزائر اوكي المكلب الضريح راب كاليبر زيد وتيم ستالين راب كاليبر زيد جراد خابر من راب مكلب الضريح راب كاليبر زيد وتيم ستالين جراد خابر ستالين ستالين جراد ستالين جراد هذا تاع الاخر هذا الاسم نعرفه هذا هذه فايت سامع ستالينغراد هذه حاجه تاع شي حاجه تاع مقاومه حاجه تاع هكا هذا الانسان هذا كان يما فيلسوف ولا مقاوم ولا شي حاجه ستالينغراد الماني ولا روسي هذا ستالينغراد غالبا غيكون الماني من ربي جاليم جيل قلتي وبراد من ربي جاليم اخويا خليني نسمع انا بقى نوقف يبدا يقول لي علاش كتوقف ري ودي لازم تسمع تعرف اش كيقول بالانسياغا فلام كي فينيكس بوس بالروسكي ثارين بوخ لو مونت في ديتوكس صوتي دوبامين نوطاتي دي دوز صوتي دوبامين يا كي تسمعوا الدوبامين اللي تاكا تعرف باش تحس فينيكس بوس بالروسكي ثارين بوخ لو مونت في ديتوكس صوتي دوبامين نوطاتي دي دوز كلامي من الصميم خام ماني كلامي من الصميم ماني مالك موني مو ماني مالك مام بلا موني لو ماني لو ماني لو ماني مالك موني مو ماني مالك مام بلا موني لو ماني لو تعرف تعبكم الخصيتين تاع الذهب لا فهمتي خاصني من ورا الرياكسيون خاصني نسمع العاوتاني التراك هذا نسبق المال على الملا ويدود فور اونلي لاف ماني راجيك تو انالايز هاني سبق المال على الملا ويدود فور اونلي لاف ماني راجيك تو سبق المال على الملا انالايز هاني راجي في البارادايز هاني راجي في البارادايز بارادايز يو نو بارادايز ماني هاوس اللي تسبق المال على الملا ويدود ذا انتدوت مخي مدود قلك كوني لا تيست شو مي يو بيست فرق كبير بين عشي بحال عهد الجاهلية التراك هذا فرق كبير بين السوبر و وين ذا انتدوت مخي مدود قلك كوني لا تيست شو مي يو بيست فرق كبير بين السوبر و فرق كبير بيك شورا والبيبلي فرق كبير جيت خليت الطراس مدرسة وبلاس فني مصراش يسمعني لي قراو لي مقراش يفهمني لي كان من الأقران يقراني لي ياكل أقراص ضف وده ماشي طبيعي ماشي طبيعي مصراش يسمعني لي قراو لي مقراش يفهمني لي كان من الأقران يقراني لي ياكل أقراص يقراني اللي ياكل الاقر يفهمني لماذا بير بيك شورا والبيبلي فرق كبير جيت خليت الطراس مدرسه وبلاس فني ما صراش يسمعني اللي قرا فني ما صراش جامي يصرى الفن تاعي هذا ولا جامي راح يصرى يسمعني اللي قرا واللي ما قراش اوكي هادو بجوجهم كيسمعوني اللي ما قراش يفهمني لي يفهمني اللي كان من الاقران كان من الاقران يقراني اللي ياكل اقراص يقراني لي هادو كاملين اللي ذكرهم كاملين يسمعوني بصح اللي يفهمني غير اللي ياكل الاقراص غير اللي يترفع وكاينين واحد اخرين هادو كاع اصناف من البيبليك جبونس يقراني اللي ياكل الاقراص اوكي واحد اخرين يفهمني هادو يفهموني واللي تيقراني وكيقرا المعاني ديالي هادشي اللي بغى يقصد وقيله يمكن يفهمني اللي كان صحيح اللي كان من الاقران يا زحي
قراني قراني لي ياكل اقراص ملي شقراف لا يدي اقلام ولا في الاحلام كلام الحق جيد اني سقراط هيبه فني حروفي كبار على الراب صعيبه فنك كيف كبير على الراب يا فني كبير على الراب زمان لي شقرا في ايادي اقلام ولا في الاحلام ولا في الاحلام كلام كلام الحق كلام الحق جاي يداني سقراط جاي دني سقراط هيبه فني حروفي كبار هيبه فني حروفي كبار على الراب على الراب صعيبه فنك كيف فرار هذا راه شعر هذا كيبان لي يعني مش راب هذا شعر صعيبه فنك كيف فرار محرام كلام الحق جاي دني سقراط هيبه فن التراك الوحيد اللي هاد السيمانه هادي خربق عليا مخي هو هذا عرقت عباكم اقسم بالله عرقت يا والله ما بقاش رياكسيون هادي والله الا الكلمات ما قدش نستوعبهم اقسم بالله اني حروفي كبار على الراب صعيبه فنك كيف فرار محرام كيرست بليست تيست في الدنيا يا ربي وجست تيست في الدنيا عاتش يقول شي حوايج اللي هما راه بحال قلتي حنا نازلين الامتحان في الدنيا هكا دي نورمال ولكن هو لا لازم يعقدها تيست في الدنيا يا ربي وجازت هذيك يا ربي وجازت هذيك هي الدنيا شتيها يا ربي وجازت هذيك هي الدنيا هذه هي الدنيا شو انا غير حمقني هذا انا حمقني شي دابا فاش بقيت كندير هاد لي جيست هادو حمقني ماني مالك ماني مو ماني مالك مان بلا ماني لو ماني لو من سبق المال على الملو يدود فور اونلي لوف ماني راجيك تو انالايز هاني راجي في البارادايز ماني هوز اللي تسبق المال على الملو يدون ذا انتدوت ماني مالك ودي احنا ما نسبقوش المال على الملا يا هاني راجي في البارادايز ماني هوز اللي تسبق المال على الملو يدون ذا انتدوت ماني مالك ماني مو خوتي اسمحوا لي فهاد هذه رياكسيو ما قديتش اخوتي ماني مالك موني مو ماني مالك مان بلا موني لو ماني لو من سبق المال على الملو يدود فور اونلي لو وي دو ات فور اونلي لوف هادشي كنديرو غير على وديت الحب واللوف اوكي خلاص المهم هادي الخلاصه ديال التراك هادي انا راح نصبر روحي من سبق المال على الملا هادي الخلاصه تاع التراك كامل وي دو ات فور اونلي لوف درو على وديت الحب هذا ما كان صافي ديال الرياكسيون ودي ودير نرجعوا لي كلاش خوش خويا انا انسان تاع لي كلاش ماشي تاع هادشي هذا تاع كلامي جايبو من الدين وشكو خويا هاد الانسان هذا يفهموه غير لي راه مو الاقراص تهلاو